دي يا جماعه طبعا مرحله تانيه، دي رشايه تمام، وفوق منها رشايه. انا هضرب اللي فوق وماليش دعوه باللي تحت، انت فاهمين اللي انا بقوله؟ يعني انا هضرب اللي فوق وماليش دعوه باللي تحت، وان شاء الله اللي تحت هتنها زي ما هي، لان انا ماليش دعوه باللي تحت خالص، انا هستهدف اللي فوق. ولكن لو اتحركت سني على سبيل ان هخطف دي من عليها يعني، فيا ريت لو عجبكم الضربه دي بالذات اللايك. ها خليكم معانا. طبعا يا جماعه احنا ضربنا الرشاية اللي فوق زي ما حضراتكم شفتم. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده.